نسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع صاخبة ما أجمل الأرواح طواقة تلمع درب أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع العشق لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع لازم احكي معك كلام طالع نازل لحتى تروقي. ايه بدي اياك تفش قلبك. طيب ولك الله يلعن اللي ما بيحبك وما بيموت فيكي. لبت زعليني؟ اعطيني بوسه. كمان واحدة. كمان واحدة. كمان واحدة بدي عشرة. يعني ما طلع على تصليحة؟ يعطيك العافية مع السلامة. أمي شو قال لك؟ ما سمعتي شو عم بيقول؟ أبوكي ما راح اليوم على الشغل وما طلع على تصليحة. معناتها لساته مع بدرية. إجت صاحبته من نص البيت. ولا على أمتها شو قوية وقادرة؟ مزبوط أمي، هي قوية وقادرة. بس ليش أبي ليروح معها لو سكتي وليه؟ أبوكي آدمي. بس هي اللي عم تدهوره. قومي روحي من وشي. ايه رايحة امي رايحة، وفايتة ادرس كمان لأنه بكره بدي داوم بالمدرسة. قلت لك بدك تروحي يعني بدك تروحي، بس مو بالمعاندة.
مبلا في عنا وحدة بهي المواصفات اللي عم تقولوها، ضاربها موتو. يا على قامتي، ان شاء الله مو صاير لشي. هلا طولي بالك تلفها، بركي مو هي. وينها وينها هي الحرمة هلا؟ رح اتصل بالإدارة. والشاب اللي قلنا لك عليه؟ مريض عقليا؟ ايه. لا ما اجى حدا بهي المواصفات. الو، يعطيك العافية. في عندي جماعة عم يسألوا على هاي الحرمة اللي ضاربها الموتور. ايه. طيب وين بدي حولهم بالأول؟ طيب ماشي ماشي. شو وينها؟ اختي روحوا على العناية المشددة. عناية المشددة؟ يا لطيف. امشي امشي ابو رعد امشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا على مهلك يا اختي. لوين فايتك؟ امي جوا بدي اشوف. الله يخليك. على مهلك يا اختي، هون قسم العناية المشددة، مو هيك بنفتله؟ في ست عاملة حادث، بدنا نفوت نشوفها اذا كانت هربنا ولا لا. دقيقة واحدة بس لاقول للدكتور. استنوا عمكم. ان شاء الله ما تكون هي يا ابو راتب. ان شاء الله ما تكون هي. إن شاء الله يا رب. شو؟ تفضلوا. وين أمي؟ وين حسينة؟ لو سمحتي يا أنسي، بدي منك تطولي بالك وتهدي. كانت هي أمك ولا لا؟ حاضر. تفضل. طولي بالك بدرية، طولي بالك، الله يرضى عليك. هدوء يا آسف، هدوء، أمك بخير. أنا سببك أنا، يا ريت أنا المطلقة محل كنت اللي ما فيك شيء. أمي 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 كرمال الله رد علي، سمعيني صوتي. لو سمحتي يا آسف، هالشي اللي عم تعمليه بضرك. بعد اذنك لا تخليني طلعك لبرا. معلش طول بالك علي يا اخي شوي. اما يعني شو بدك تسوي؟ امي مشان الله ردي علي. بدر بدر وينه بدر؟ الحمد لله على سلامتك يا بدر، الحمد لله على سلامتك. بدر بدر وينه بدر؟ طمني اطمن يا بدر، بدر عندي بالبيت. جيبوا لي بدر بدي اشوفه. بدر بدر جيبوا لي بدر. يلا يا انسه تفضلي. لو سمحتي المريضه تعبت كثير. الله يخليك دكتور، اشرح لي شو وضعها. وضعها كثير منيح، لا تخافوا يا جماعه، طولوا بالكم. هلا روحوا على الاداره وهنيك بفهموكم على كل شيء. شوفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك طول بالك. كاسه الليمون هي بالاول. هلا ما حسنا حبيبي اشربيها، هي منيحه لك، كلها فيتامين سي. اشربيها حبيبتي اشربيها. كثير حامض، ما ادري كيف طعمتي. شو بيكون طعمتي؟
بدري على قامتي عليك يا أمي، وبدر يا أبو راتب، بدر وين بدي لاقي؟ يا بدري والله ربطتي إيدي، صلي على محمد ورؤي، خلصنا وحدة وحدة مثل ما لقينا أمك من لاقي أخوكي إن شاء الله. تفضلي. بدر يا ابو راتب وين بده يكون؟ بدنا نسال بالمستشفيات اللي ما سالنا فيها. واذا ما لقينا؟ بدنا نروح الشرطه، ما لنا غير هيك يعني. يا الله. وصلت معي لهون، فنزلت اعلام بالجريده ولنشوف اذا حدا بيتصل فينا. اخي مليت من القعده بالبيت، مليت. حماك القعده بالبيت صعبه كثير. خير؟ شبك مستعجل؟ لا ما في شيء، بس بالي مشغول على ام مجدي وبنتي لارا. نزلوا على السوق وعلى اساس يمروا علي لهون وبعدين نطلع سوا على البيت. ولا يهمك، هذول النسوان بس ينزلوا على السوق بينسوا حالهم. ها اجوا شرفوا. ماما مرحبا، كيف صحتك؟ أهلين مدام. ليش تأخرتوا؟ السوق تعرف قديش بياخد وقت. مرحبا بابا. أهلين بابا. كيفك عمو؟ ما شاء الله. جارنا أبو نضال، أبوه لمنى يلي حكيت لك عنها. لك يا أهلا وسهلا، كيف منى؟ والله العظيم حبيتها من قلبي من قبل ما أعرفها. وهي كمان بتحبك. أهلين مدام، كيفك أم مجدي؟ الحمد لله. كيف المدام وكيف الأمورة منى؟ الله يسلمها. الحمد لله كلهم سلموا عليكم، يعني بالاسم نحن جيران، لا زرتونا ولا زرناكم. ملحوقة عمو، بس هدول الماما والبابا قاعدين لحالهم بالبيت، لا بيشوفوا حدا ولا حدا بيشوفهم. يلا شجعونا انتو تعوا زورونا، احسن ما نسبقكم نجي نزوركم نحن. ها يا ستي سبقونا، اهلا وسهلا فيكم. ايمتى فاضيين؟ مو هيك بابا؟ بنتي بتحب الناس كتير، يعني بدك تقول بنت مع شرانية. اي والله الجنة بلا ناس ما بتنداس. اي والله، خاصة لما بيكونوا جيران مثل حكايتكم. خلص بكرة منيح. اهلا وسهلا. لكن المسا بنكون عندكم. لك يا بنتي بركي بكرة الجماعة مالهم فاضيين. شو عمو فاضيين؟ طبعا فاضيين، اهلا وسهلا فيكم بأي وقت. يلا انا مضطر امشي، خاطرك مدام، خاطرك ابو المدام. مع السلامة. سلام على المدام. الله يسلمك. هيك ظريفها، يعني ما صار لزبطي موعد زيارة بدون ما تاخدي إذننا. لك شو قصتك يا بنتي انتي؟ لك يا أمي لا في قصة ولا شي، بس بدي اياكم تطلعوا وتطلعوا تعيشوا حياتكم. حاج ما معقول، طايشة طايشة مثل العادة. كيفك علاء؟ أنا إيه أخدي؟ عود ارتاح، أنا رح أشوف علاء وراجع. علاء. نعم ماما. صبر قلبي. يا حبيبي امي.
وحدي أمي، وحدي أمي. أنا حبيتها كثير أمي. قالوا أي وجهها؟ أبو راتب وينك لهلا؟ وجهها مو وقت الحق لها، هذا بعدين بعدين. شو يلي بعدين؟ فهمني، وين قضيت نهارك؟ إن شاء الله مع هالآفة بدرية. لك وجهها قلت لك بعدين مو وقت الحق هذا هلا. يو سكر بوشي. إلك كان يلي بيمشي مع وحدة مثل هاي بده يطلع معه هيك وأكتر، بس شاطر يتقاوى علينا ويضرب بنته وما يخليها تروح على المدرسة. أمي أنا لأمتى بدي استنى خالي؟ مشان هيك ترتيبات شغلي أعرف شلون شو بتساوي. يا أمي التقصير مو منه، ما شفت مبارح شلون شغلنا بأختك؟ طيب واليوم؟ حبيبتي أنا مو مشان شي، بس يعني إيدي مربطة، في مصاري ولا لأ؟ لك في مصاري، في كم مرة بدي أقول لك؟ طيب قومي أحكي معه. هات التليفون لأحكي معه، منه بعزمه بكرة على العشاء. رياض؟ هدول الجيران قالوا لك جايين يشربوا فنجان قهوة بس ولا بدهم يتأخروا؟ لا شوف الحقيقة هو هي بنتهم صغيرة لارا أحرجتني، بس قالوا لك جايين يشربوا فنجان قهوة مو عشاء. على مالك على مالك شو بك؟ أنا عم بسألك بس سؤال، ليش عم تبرر؟ أهلا وسهلا فيهم، إمتى ما إجوا؟ ولو يا أبو نضال أنت رجال البيت وبتمون على كل شيء. ماما يجوا على الغداء ولا على العشاء؟ شو خالي رح ياكلون؟ قلتك. الو مرحبا كريم. اهلين اختي بنت حلال. هلا كنت بدي اتصل فيك يا قلبي انت، لا مشان مصاري لكن لك فكر جهزت لك يا هون، بس انشغلت هيك بقصه. خير خير شو صاير؟ لا ما في شيء، بس هذا بدر امه مدري شو صاير معهن. اليوم اجتني اخته على المحل وجايبه معها الشبيح تبعها. قال شو؟ مو ملاقين بدر وامه. ايه شغل بالي بتعرفي، والله انا ما بقدر على هيك مآسي. الله يعين العالم لك اخي، كتير منيح، معناتها بكره بتيجي بتتعشى عنا وبتجيب معك هالمصاري، بلكي السيد نضال بيرضى علينا وبيتجوز. من عيوني بقلي لك كبة، قولي على قامة الكبة. ايه اخي ايه ايه. طيب يلا الله معك، بانتظارك، مع السلامة. شو قال لك امي؟ خلاص بكرة جاي وجايب المصاري معه. يا لطيف شو بصلتك محروقة. سمعت؟ قال رايحة لعنده اخته لبدر، وقال شو اخذي معها البديجارد تبعها. لك عيب، شو الحكي هاد؟ شو العيب بابا؟ العيب اللي عم بسمعه. انتو شو عرفكن انه هي البنت هيك؟ وحدة كانت بالسجن، شلون شو عرفنا؟ بعدين انت ليش عم تدافع عنها كتير؟ لانه عندي اخلاق. يعني انا بلا اخلاق؟ كوسر انا ما بقصد هيك، بس يعني ما بيجوز نحكي على العالم بهالطريقة هي. دخيله انا طول عم نحكي على حدا من عيلته. هلا ماما شو بدي قلك، بابا عم يطلع من البيت كتير، وين عم يروح؟ شو بعرفني؟ يروح وين ما بده، أحسن ما يضل قاعد بخلقتي يطققني. ايه طيب 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 خالي بكرة بده يجيب المصاري أكيد؟ ايه علينا، شو بنا نضال؟ هاي ما حطوا لكم عشاء، أكيد أبوك بكون هلأ حرد. بكير لسه ما أدن الصبح. وجي انتبهي لحالك، مو أنا اللي بنحكى معي الحكيات. الواه الواه، أنا اللي بدي انتبه على حالي ولا حضرتك؟ طالع لي من وش الصبح وراجع لي قبل أدن الصبح. بك يا بنت الحلال، البنت ضايل أمه وأخوها وصلنا طول النهار عم ندور عليه. فهمنا أبو راتب فهمنا، بدر والله يعينه بيضيع، وأم بدر كمان ضايعة. أم بدر لا أمانة ضايعة،
المسكينة طارقة متور. يو شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، وملحوشة بالمستشفى وغايبة عن الوعي. يعني لقيتوها؟ لك شو عم نحكي لك؟ وبدر وين أراضي؟ ربك بيعلم، دورنا عليه وما لقيناه. يعني شو بتقصد ما لقيتوه؟ يعني بدكم ترجعوا مرة تانية انت وبدرية تدوروا عليه؟ وشو رأيك يعني اتركها؟ هلوا هلوا، شو رأيك يعني خلفناهم ونسيناهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك عم قلك بدر ضايع ضايع، ما عم تفهمي؟ خلاص بقى. أمي شفتي لي كتابي العلوم؟ حطيت لك اياه بشنطايتك. والمدرسة أمي؟ قومي البسي وروحي. بس والله العظيم يا صفاء. خلص أمي، من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت وما رح اطلع بحدا. وأنت ولا؟ روح قل له لأبوك. لا رح قل له ولا دخلني. لا أنا بدي اياك تقول له. روح قل له لشوف لوين بدها توصل معه. أمي وين راح قبل من الصبح ليكون راح لعمي؟ قومي البسي اواعيكي وروحي على المدرسة وبلا حكي بلا طعمة. طيب شكرا، مع السلامة. شو حبيبتي مع مين عم تحكي؟ مع المخبر، عم سألهم امتى بدها تطلع نتيجة التحاليل. شو قالوا لك؟ قال لسه بدهم يومين ثلاثة. ليك عبادة إذا ما بدك ما منجيبهم، نترك القصة بإيد الله. لا حبيبتي لا، منروح منجيبهم طبعا. شو رايح الشغل؟ إذا بدك ما بروح. مو على أساس ملتزم وما بتحب التأخير؟ أي لسه إجازتي ما خلصت. بصراحة أنا حابب أرجع الشغل، بس حابب أكتر نرجع مثل ما كنا. معك ها، هيك الصح. طيب ومشان هيك شو رأيك اليوم نطلع نتعشى بشي محل؟ مثل ما بدك حبيبي، بس بدي لبسك على ذوقي. ها موافقة. شو يا حبيبتي؟ دول اثنين بجننوا عليكي، شو رأيك انتي؟ انت اختار حبيبي. انا اختار هالقاد. حلو، بس ما بدي لبسك اسود. شو رأيك بها؟ خلص رح ألبسه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب أنا رايح أشرب القهوة عند ماما. ايه يلا بغسل لحالك. طيب أهلين أبو راتب. خير، متفقنا نلتقي على باب المستشفى؟ بلا اتفقنا،
بس شفت الوقت بكير، قلت لحالي بيجي بوصلك مشان ما تتلبكي بالمواصلات. بعدين ما بعرف ليش هيك اجاني شعور لقيت عليكي، وما كان عندي صبر استنى وقت الزياره مشان اجي اطمن. كتر خيرك، يلا انا جاهزه، تفضل. برافو برافو علاء، كثير شاطر، برافو جدو. يلا يا شاطرين يلا. جيدة شوفي شو جبت لك. ياي كثير حلوة، حبيتيها كثير ماما، شكرا. شو حلوة؟ كثير حلوة، ماما دائما بتجيب لي العاب حلوة. ايوه ما عاديني إلي؟ لا ما في. صراحتي لا ما في. يلا يا حبيباتي خدوا شربوا الحليب تبعكم. يلا تيتا شربي على مهلك ولا تكبي على حالك. ها تيتا لا تخافي والله كبرت. شو يا حبيبي انت علاء؟ شرب كاس الحليب تبعك. ما عندي انسى. ليش تقبرني؟ انا هي بدي هيك. ليش متضايق؟ لك ليش ما جبتوا له معكم شغله امبارحه؟ ليش بنتك خلتني اوعى على شيء؟ طوشه بطوشه، على قولت هي عجبتني وهي ما عجبتني، هي بدي اياها وهي ما بدي اياها، هي لجيداء وهي نهله نهله. شو بكي؟ لاني خايفه يزعل علاء ويغار. من امبارح قلت لها خلينا نجيب له شيء، وهي على قولة اصبري بس لحتى خلص اغراضي. شو بدي اعمل؟ انا رايحه اشوفه. بس جاوبيني على سؤال، خليني فش قلبي، حاسس عقلي انه خلص وقف. خير شوفي. لك هي بنتك رجعت مطلقه ولا زياره وراجع لعند جوزها؟ يو شو صار لك يا رجال؟ بدي اسمعها حتى اتاكد انه انا بعقلي. ابو مجدي ليش عم تحكي هيك؟ ها يعني انا لسه ما خرفت ولا جنيت؟ يو عسلامتك. من شان الله تصرفاتها هي تصرفات وحده مطلقه ومقهوره ومكسوره ولا تصرفات وحده مبسوطه؟ المراه اللي بتنضرب وبتنهان ببيت جوزها مو شرط الطلاق يكسرها. الله يكسر يديه، حسابه عندي بس يرجع. ولا تنسى متاخره، بده يدفع النفقه كمان. مالي نسيان شيء، بس كل شيء بوقته، عسى يكون في منه امل. ما تنسي انه في جيلاء بيناتهم. بابا شوف حلوة هالبيجامة، هاي اشتريتها امبارح من السوق. ما يبلى بابا ما يبلى، القالب غالي. ما في شيء كتير حلو بالسوق، دوبي جبت غرضين بس رح انزل نزلة تاني وجيب بقية الغراض. بس جاي بيتي شيرت بتاخد العائل، رح ايه وارجيك ياها. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اجينا ماما سؤال الله. علاء يا حبيبي انت، ماما انا ما اشتريت لك شيء لانك انت ما كنت معي. انت مو كنت مع بابا بالجنينه؟ قلت لحالي بعدين بننزل سوا على السوق وبنشتري بنطلون وبلوزه على ذوقك. لا لا هي غريزه، جيداء هي غريزه. لا بالعكس حبيبي، جيداء مو غليظه، بالعكس هي بتحبك كثير، بس هي لساتها صغيره وبتعذب وما بتفهم، مو مثلك فهيم وشاطر وبتسمع الكلمه. امي انتي فخامة امي. تقبر قلبي تقبر قلبي ان شاء الله حبيبي، لا تزعل. ايه يلا تعا معي مشان نشرب الحليب. يلا تعا. انا شو بتمنى غير هيك؟ امي مو بس هيك، يعني اللي براسي كتير كتير، يعني سفرتين على الصين امي بيجيبوا لنا مربح شي 100%. ولا اقول لك مو سفرتين على الصين، اذا بلاقي لي هيك شي شريك افتح معه معمل لانجوري يعني احسن من 60 سفرة على الصين. والله يا امي ما بعرف، انت ادرى بمصلحتك. شو رايك رياض اذا بلاقي له شي شريك ادمي، مو احسن المعمل من السفر؟ والله ما بعرف، الله يقدم اللي فيه الخير. قلت لي لانجوري؟ والله انا ما بفهم بهالشغله حقيقه. تعرف بابا شو احسن شغله باللانجوري؟ انه ما بترمي ستوك، يعني موضتها طويله ما بتبطل. على قصه وفرهم قصه وفرهم ولحق. ايوه ماما انا كثير مبسوط ومتفائل، حاسس انه بدي اوقف على رجلي من اول وجديد. يا رب لك يا نضال يا حبيبي يا تاجر زمانك،
اللي بدي واقف على رجليه بيضل مسكر محله لهلا. لك صار الظهر، لك صار الظهر، قوم روح على محلك، مو وقت الحكي هلا. بابا هاي جلسة عمل يعني، شغل ما بيجي هيك. بخاطركم. مع السلامة أمي، دير بالك على حالك. أمي لا تنسي تأكدي على خالي مشان مصاري. ها قلنا لك المسا جاي الزلمة. طيب يلا روح. مع السلامة. الله معك. إنه أنت ليش هيك دائما بتكسر بخاطره لهالولد؟ لأنه بصراحة يعني مو عجبتني الطريقة السوقية هي اللي عم بيحكي فيها، بيعمل لي حاله إنه هو عم بيحكي بلغة أهل السوق يعني كلها مسخرة. لك قبل ما تعطيه المصاري نحن لازم نعرف هو شو عم يشتغل، شو عنده بضايع، مع مين عم يتعامل. مو مثل ما بحكي دائما إنه والله أنا خسران أنا خسران. ما بيصير ما بيصير. إذا بتعطيه هدول المصاري بدون ما نعرف هذا الشيء بيضيع كل شيء. بصراحة ابنك جاهل. أبو نضال لا تربط إيدي، أنا اللي بدي أعرف هذا الشيء ولا أنت؟ أنا الرجال. قوم روح اتصرف شوفه شو عم يعمل وفهم منه. إيه والله هذا الكلام صحيح. بس بالمسايسي ها، مو تحسسه إنك عم تعمل معه تحقيق. لا ولا يهمك، إن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. طلعت من هون مش 10 دقايق تقريبا. ليش؟ لانها تحسنت يا اختي، ما عاد بحاجه تقعد هون بالقصر. الحمد لله. وين هلا؟ والله ما بعرف، ممكن تصر علي فوق، بس اكيد تحسنت. شكرا شكرا كثير. ان شاء الله على طول بشوفك فرحانه وبالف خير يا رب. وانت يا ابو راتب ان شاء الله دائما انت ومرتك واولادك. ان شاء الله. ايوه نعم. نعم أنا أستاذ رياض. حاطط إعلان نعم. مشان منهاج بكالوريا؟ طبعا بعطي منهاج بكالوريا. لا عفوا، لازم أقعد مع الطالب وشوف مستواه وبعدين بنقرر. أي طيب عفوا أعطيني العنوان، أعطيني العنوان بس لحظة 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 بس لأسجله. تفضل. نعم. مال الله أمي سامحيني، ارضي علي والله أنا بلاكي ما بسوى شيء. إن شاء الله ما تضلي زعلانة مني، أنت بس ارضي علي وأنا بقضي العمر كله خدامة تحت رجليكي. ليش ما جبتي بدرمان؟ جبته أمي جبته، بس ما خلوني فوته معي لهون. يا علي ليه شلوني؟ منيح منيح كتير. بدرية أخوكي بدر أمان، إذا أنا صار لي شيء ديري بالك علي. بعيد الشر عن قلبك، فالله الله يرضي علي. روحي الله يرضى عليك.
بلاش. مدام في حدا القسي؟ لا تحطي شيء. روحي شوفي إذا مدام منى عندها غسيل. هذا رودة. بالله؟ أهل علاء جايين لعندكم؟ يلا أبجي. أكيد رح أجي. خلص بمر وبخلي عبادة يجي ياخذني. بدنا نطلع نتعشى أنا وياه. لحظة ماما لحظة. تفضل. مدام في غسيل؟ ماما خليكي معي. ماما اي ساعه رح يجوا؟ ما بس هدول فيه اي ما بيكفوا فرزيهم. حاضر ماما. فتشي الجياب منيح. حاضر ماما. عبادة بياخذ ادويه ولا يسكن لمرته؟ بس منى ما بينفع تاخذ ادويه. نوريا. نعم ماما. تعي حركي اللبن وبس يغلي تطفي تحته. فهمتي؟ حاضر ماما. صباح النور حبيبتي. جاي ساعدك بالطبخ. لا حبيبي خلص تقريبا. منى انت ليش ما تروحي تطمني على حالك عند الدكتور؟ يعني بعد اللي صار معك والادويه اللي وصف لك اياها يعني حابين نطمن عليك وعلى الجنين. لا مرت عمو بس انا ما عم باخذ اي ادويه، عم باخذ فيتامينات بس. شبكي في شي شاغل بالك؟ لا حبيبتي لا، بس حاطه الطبخه على النار وخايفه يشيط اللبن وعندي مشوار كثير كثير ضروري، بس يلا باجله لبعدين. لا مرت عمو خلص انا بكمل الطبخه لا يضل بالك. الله يرضى عليك. نص ساعه بس وما بتاخر. شايفتك مو بالشغل، ليش طالع بكير؟ صار لي كم يوم اخذ اجازه. وين رحت لكان؟ رحت جيب الدواء لمنى اللي وصل لي دكتور امبارح. صدقي انه كل ما رن التليفون فكر ابوك عم يتصل مشان يقول لبابا. الحمد لله انه ما اتصل، لانه لو اتصل امشي بلا ما نتاخر.
مرحبا حبيبتي. شو؟ شايفتك اجيت بكير. ايه ده خلقي. وقلت اني الجازة مسمية ومسمية علي فبيجي بكير شوي. ايه منيح كتير. معناتها اليوم رح تاكل من ايدي. تسلم ايديكي. ماما وينها؟ والله حبيبي ما بعرف. قالت عندها مشوار نص ساعة وبترجع. لهلا ما اجت. معناتها هلا بتجي. منى بنطلوني البترول اللي كان معلق بالغرفة تحت شفتي لي هالشي؟ ايه اخدته النور يا بظن هلا بيكونوا بالغسالة. ماشي حبيبتي انا رايح رح ريح تحت بين ما يجهز الغداء. بعرفه. اكيد البترول عرفتي اكيد. ايه حطيتيه بالغساله. ايه طيب دورتي شيء دورتي بجيبه اذا في شيء لقيتي شيء؟ لقيت دواء حطيته لمدام. لمنى؟ لا مدام ملك. اشتغلي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا مدام. ممكن أعرف هالدواء ليش بيتاخد؟ هذا الدواء للإجهاض. واللي بتاخده قديش نسبة نجاحه؟ 98% بيعطي نتيجة. وشو أعراضه على اللي بتاخده؟ أقياء، سال، غثيان. بس أنا مدام ما بنصح بأخدانه. كتير حالات عم بيساوي تمزق بالرحم. يعني ممكن يأذي كتير اللي بتاخده؟ طبعا اذا تاخد بجرعة كبيرة ممكن يساوي نزف شديد. شكرا. العفو. اهلا وسهلا. الغدا جاهز ورح يبرد. طيب خلص حطي الغدا خلينا نتغدى. عم استنى مرت عمو والله غلي قلبي عليها. قالت لك وين راحة؟ لا قالت عندها مشوار نص ساعة وبترجع ولهلأ ما اجت. تكون راحت لعند خالتي أكيد. عبادة شو بك أنت متضايق من شيء؟ تعبان بس تعبان مرهق. سلامتك. طيب شو رأيك تتصل فيها وتشوف إذا رح تتغدى هنيك لحتى لك تاكل؟ لا ما في داعي خلص خلي. خليها على راحتها. حبيبي مو حلوة لأنه إذا إجت ولقتنا عم ناكل شو بدها تقول يعني؟ شو بدها تقول يعني؟ شو رح تقول؟ خلص قومي حطي الغداء. قلت لك تعبان بدي نام. بدي نام لشي ساعة زمان. سلامة قلبك. خلص رح أحط لك الغداء وأنا بستناها. أنت ليش بتناقش كتير؟ ليش؟ عملي اللي عملك عليه وبس. حولي صاخبة ما أجمل الأرض.